القاعدة النهاردة أول منزلة، منزلة التقوى. ومنزلة التقوى القاعدة جميلة جدا، بتقول إيه؟ أمانك في الدنيا والآخرة قائم على كلمة واحدة، تقوى الله. لأن الله لم يعد أحد، لأن الله لم يعطي أحد وعدا بالأمان في الدنيا والآخرة إلا المتقين. وأنا كاتبها أهو، الحقيقة كندا اللي كاتبها والله العظيم، لقيت قعدت أجرب خطوطكم لقيت هي أحسن خط بصراحة. الفهم عن الله أهي، القاعدة اللي أنا قلتها بالظبط، أمانك في الدنيا والآخرة قائم على كلمة واحدة، تقوى الله. لأن الله لم يعطي أحدا بالأمان إلا المتقين. ده فهم عن الله. طيب بس عشان يبقى فهم عن الله لازم نشرحها شوية. الأول مين هم المتقين؟ عمالين نقولها كل سنة بس لازم نأكد عليها. يراك الله حيث أمرك. يا سلام، قولها ماجد. يراك الله حيث أمرك لو 70% وأن لا يراك حيث نهاك. يا سلام، بفرح على فكرة. أحياناً الإعادة مفيدة، لأن القرآن أعاد قصص الأنبياء عشان تتثبت، وأعاد قصة آدم لأنها البداية. أن يغلب على يومك وحياتك وشهرك مطرح ما أمرك يلاقيك، ومطرح ما نهاك ما يلاقيكش. عملت كده أنت المتقين، وبالتالي تقدر تقيس نفسك كل يوم الصبح، أنا كنت من المتقين امبارح ولا لأ؟ مطرح ما أمرني لأني، لأني بطيع والدي، ولأني بصلي الفجر، ولأني ما بحطش في فلوسي مال حرام، أنا إن شاء الله من المتقين امبارح. الله، أنا كنت من المتقين امبارح. طب وأول امبارح؟ طب وأول امبارح؟ دي التقوى. يغلب على يومك 60% مش 100%. عشان كده ربنا قال فاتقوا الله ما استطعتم، رحيم وكريم وحنين، على قد ما تقدروا اتقوا الله. يبقى تاني القاعدة، أمانك في الدنيا والآخرة. الحياة مليانة خوف، مليانة قلق، مليانة ابتلاءات، ومليانة مصائب. بحر هايج مليان أمواج في ليلة ضلمة. الدنيا كده، الدنيا دار ابتلاء، هو ربنا خلاها كده. والآخرة في أهوال يوم القيامة. أنت محتاج الأمان أوي، محتاج الأمان أوي. علم النفس الإيجابي بيقول حاجة عجيبة جدا، بيقولك الأمان نوعين، أمان خارجي وأمان داخلي. يعني في أمان جاي من بره، وفي أمان جاي من جوه. بس قبل ما أقولك عن علم النفس الإيجابي، أنا عايز نتكلم على نفسنا الأول. إيه أكتر حاجة بتدينا إحنا الأمان إحنا كده وإحنا قاعدين؟ يعني أبدأ بنفسي، أنا أول ما بسمع كلمة الأمان الستر، سمعتي، حفظ ولادي، صحة أبويا وأمي، لمة عيلتي، الأمان عندي إن أنا أكمل رسالتي. أنتوا لما تقول الأمان إيه أول كلمة بتيجي في دماغك؟ الأمان في انتمائي لشيء أكبر مني، اللي هو الله مثلاً. إن أنا عايز أفضل حاسس إن أنا منتمي لله، فده أماني. إيه معنى تاني من أنا أول ما بسمع كلمة أمان مثلاً بحس إنه الأمان إنه عندنا سقف فوق حامينا. السند. السند، أيوه. دكتور، الأمان إنه رب العالمين هو رب العالمين، صفاته الأمان إن ربنا هو ربنا. حلوة يا كندا. الله يعطيك حب محبة الناس، يديك محبة الناس، صديق تثق فيه. دكتور، صديق تثق فيه. عايز أقول لكم إن علم النفس الإيجابي قال لك الأمان نوعين، أمان خارجي ممتلكات وفلوس وعزوة عيلة، وأمان داخلي سلام نفسي، طمأنينة داخلية. الغريب، والكلام ده مش كلامي، كلام علم النفس الإيجابي مارتن سليجمان تحديدا، قال لك الأمان الداخلي أهم 100 مرة من الأمان الخارجي. امتلك ما تمتلك، اعمل اللي تعمله، لن يغنيك الأمان الخارجي عن الأمان الداخلي. عشان كده تلاقي فقير في حالة أمان داخلي، وملياردير وخاف من الفقر. فهو بيقول لك إن أمانك الداخلي أقوى. طب يا علم النفس، كيف يأتي الأمان الداخلي؟ تخيل يقول لك إيه؟ كلام علمي مثبت وتقدر ترجع له. قال لك لابد من قوة روحية أكبر منك تمدك بالأمان. نسيب علم النفس نروح للقرآن. لم يعطي حد وعد بالأمان 80 مرة في القرآن بكل أنواع الأمان المختلفة، أمان مالي، أمان نفسي، أمان يوم القيامة. مفيش وعود بالأمان إلا المتقين. وعد رباني بالأمان، أمانك مرتبط بتقوى الله. تقوى الله هي مصدر أمانك. مش هيديهولك، مش هيديك الأمان، مش هتاخد الأمان الداخلي إلا لو رحت لتقوى الله. ما بيديهوش غير للمتقين. أنت حر، اخبط زي ما أنت عايز، مش هتعرف توصل للأمان الداخلي إلا المتقين. عارف أمانك إيه كمان يديهولك؟ أمان حفظ النعم. حد فيكم مش بيتمنى أن ربنا النعم مش أنت اللي عاملها، ربنا مديها لك. طب عايز أحفظها؟ تقوى الله.
والله العظيم أخاف عصى ربنا ياخد مني نعمة من النعم. وفي الآخر قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. مش مرة في القرآن، كذا مرة في القرآن. أمان حفظ نعمك، كفاية كلمة حفظ النعم دي. لا لا، نعمي عايزها، عايز أمانك، تقوى الله. طب نرجع لعلم النفس تاني. علم النفس التاني بيقول لك لن تستطيع أن تحصل على السعادة الكاملة إلا لو عندك أمان داخلي. وإحنا لسه بنقول الأمان الداخلي مصدره التقوى. إذن أنا بدعي وبقول بمنتهى القوة لا يوجد إنسان غير تقي سعيد. افهم عن الله تاني، أمانك في الدنيا والآخرة قائم على كلمة واحدة، تقوى الله. ما عندكش تقوى ما فيش أمان. مش هيديك الأمان لو ما عندكش تقوى. هتقول لي يعني إيه الأمان؟ يعني ما فيش حاجة تحصل لي خالص؟ لا طبعا، الحياة ما بتلاقيها ابتلاءات، وفي ناس عايزة تأذيك وهو يطلعك زي الشعجم العجيب. يمكن الناس تكدلك ويقلب النتائج في صالحك. بص الآية، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يبقى هيكيدوا وهيعملوا الكيد بتاعهم، مش هيضر. إزاي يا رب؟ تقوى الله.